في الفيديو ده يا شباب هنجرب اقوى خدع التيك توك، في منهم الغبيه والخدع الاسطوريه. هتنزل حط لايك دلوقتي وكمان اشتراك. عملت يا اسطى اللايك والاشتراك حبيبي والله. فيلا نبدا الفيديو. الشخص ده بيقول لك ازاي تدخل جوه المستودع، ابهرنا يا اسطى ورينا ازاي. برفع السلاح وعمال يرجع ورا. طب ازاي هتدخل؟ ايه ده دخل. طب ازاي وكمان البيبان مكفوله؟ لا انا لازم اجربها. تخيلوا كده ان الجليتش ده يكون شغال وشركة فري فاير تعرف ان انا عامل الجليتش ده وتبنت حسابي على طول. ايوه عليه بند، هو اصلا مش هادي يعمل، اصلا مش شغالة. ده دخل. طب ازاي حسابي؟ بهزر يا جدعان، ده انا اللي بهزر كده معاك، وده كله فوتوشوخ انا اللي عامله. يلا بقى نجرب الخدعة اللي بعدها. ايوه كده بقى يا اسطى، ورينا خدعك الاسطورية. انا عاوز خدعة نار ابهر بيها المتباين. ده فاربز اول تجربة، مسك القنبلة هتعمل بيها ايه يعني؟ هترميها من جوه؟ لا مستحيل. ده رماها. لا بتهزر. لا يا جدعان انا لازم اجربها، معايا قنبلتين فتعالوا بقى كده نجربهم. اول واحدة انا عارف اللي هي هتنجح. ايه الحظ الخرا ده، مفيش ولا تجربه راضيه تنجح معايا. يلا نجرب القنبله التانيه. انت عارفه لو مش ظبطتي انا هظبطك، لازم ننشل في المكان الصح. ايه الحظ ده يا جدعان، حظ زيف. تعال اقول لكم على اقوى ميزه حرفيا هتتصدموا منها. حرفيا ديت اقوى ميزه نزلت في التحديث الجديد، وهي انك تقدر تعرف اللوت اللي مع اصحابك. حرفيا ميزه جامده قوي. هتدخل على الاعدادات وبعدين تروح على وسائل التحكم، وبعدين هتنزل لتحت شويه وتجيب لوحه باتل رويال، وبعدين تعمل لها تشغيل وجرب كده تلعب اي جيم مع اصحابك، وبعدين تضغط على اي اسم اي حد فيهم هيظهر عندك القائمه ديت. القائمه دي بقى بتقول لك هم معاهم كام تلجة ومعاهم اي سلاح وبس. كده الفيديو هيكون خلص، اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.